تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير والنور والعافية، ويا مرحبا بكم وسهلا في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعة نور دبي ومؤسسة دبي للإعلام. مستمعين الأعزاء، أرحب بتواصلكم، نرحب بملاحظاتكم واقتراحاتكم على الأرقام 600-55-1414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. مستمعين الأعزاء، مثل ما عودناكم كل يوم، أول فقرة من فقرات برنامجنا مع زميلتنا أسماء الجناحي، ونشوف معاها كل ما يدور في موضوع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا. صباح الخير أختي أسماء. أسماء صباح الخير. اسمع صباح الخير. اسمعني اخوي عبد الله. اي نعم، صبحك الله بالخير والنور والعافيه. صبحكم الله بالنور والسرور. الله يحييك. ناخذ في جوله بقنوات التواصل الاجتماعي، بس نحب ناكد على الجميع اهميه اتباع الارشادات. من ضمن الاشياء اللي وصلتنا، اذا واحد كان مثلا تم يعني فحص وطلع سلبي، هل ممكن يكون ايجابي بعد فتره؟ الفحص، اي فحص يعني يصير الإنسان، أو أي سواء كان دم أو غيره، الفحوصات تعطيك الحالة الشخص قبل وأثناء الفحص، لكن بعد الفحص يمكن تتخالط مرة ثانية وتروح مرة ثانية، فهذا مو بيعني طلعت سلبي إن أنت ما تلتزم بالإرشادات الصحية. فهاي كانت وصفاتنا السوشيال ميديا، وحبينا نأكد إن حتى لو كنت أنت سلبي لازم تتبع كل الإرشادات الوقائية والإرشادات اللي طلعت من المؤسسات الصحية والمؤسسات الحكومية في الدولة. فهذه نقطة بس حابين ننوه عليها في قنوات التواصل الاجتماعي. حتى الآن عندنا هاشتاجين متصدرين الترند، اللي هم COVID-19 وكورونا فيروس، وهو ترند على مستوى العالم. تقريبا COVID-19 في أكثر من 1,000,000 تغريدة، وكورونا فيروس في تقريبا 760,000 تغريدة. ناخذ ضمن الاشياء اللي صارت قنوات التواصل الاجتماعي، نذكر دائما ان ممكن الاشخاص يتواصلون معنا عن طريق رقم المجاني 800342، واذا في استفسارات بخصوص كورونا يقدرون يكلمونا على الواتساب بعد 800342، اللي عليهم ان يكتبون كلمه مرحبا او ويلكم. ايضا من ضمن الاشياء اللي تم الاعلان عنها أو التحدث عنها، اللي هي محاور، ثلاث محاور مهمة لمواجهة كورونا، وهو كان خلال اجتماع مجلس دبي لصحة المستقبل وجودة الحياة. خلال اجتماعه كان يبحث ثلاث محاور مهمة تضم المحور التقني، المخبري، والتطبب عن بعد. وهاي من ضمن الأشياء اللي كانت، وأيضا كان من الأشياء المهمة التغذية الصحيحة واللياقة البدنية، وأيضا كانت من ضمن نصائحنا اليوم أمس. نتمنى من الجميع يدخلوا حساباتنا ويتعرفون على النصائح اليومية اللي نحطها لسلامتهم وصحة أحبابهم، ودمتم صحة وسعادة. دمتي بصحة وسعادة الأخت أسماء الجناحي، شكرا لك. مستمعين الأعزاء، مثل ما ذكرت الأخت أسماء الجناحي، بأن بإمكانكم الاستفادة من خدمة طبيب لكل مواطن بهيئة الصحة بدبي للمعرفة الكثير من المعلومات والإرشادات الطبية حول موضوع فيروس كورونا على الرقم 800342. مستمعين الأعزاء، فقرتنا الثانية بتكون التوعية، وعنوان الفقرة اليوم مصادر البروبايوتيك من الأطعمة
مع أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي. طبعا هناك الكثير من المعلومات واللي بنستفيد منها اليوم، معرفة كيف نحن ممكن نحصل على البروبايتك عن طريق الأطعمة اللي نحن ناكلها بشكل يومي، ولكن بنسمع التفاصيل أكثر بعد الفاصل إن شاء الله. أبقوا معنا. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، يا مرحبا بكم وسهلا في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. أيضا مستمعين الأعزاء، أحب أني أذكركم بأرقام التواصل معنا على 600-551-414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. مستمعين الأعزاء، اليوم فقرتنا التوعوية عن مصادر البروبايتك من الأطعمة مع أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي. وصباح الخير أختي سامية خالد. صباح النور والسرور، حياك الله أخ عبد الله. الله يحييك أستاذة سامية. نحن نعرف أن هناك البروبايتك، يعني ممكن أن الناس تلجأ إلى شراء البروبايتك، يعني المكملات الغذائية، ولكن أيضا هناك ممكن أن نحن نستفيد من البروبايتك نحصلها من الأطعمة، وهذا حديثنا اليوم. ومشتاقين الحقيقة أن نسمع ما هي الأطعمة اللي ممكن نحن من خلالها نحصل على البروبايتك للجسم. أشكرك على يعني على الدخول جدا مهم، يعني أنت سهلت علي المهمة. اليوم إحنا دورنا كأخصائيين تغذية بس يعني نوعي الناس على أنه العديد من المصادر الدوائية أو الكبسولات الدوائية اللي بيلجأوا لها وبيدفعوا فيها يعني صراحة مبالغ باهظة الثمن لمكملات غذائية أو لمقويات أو فيتامينات، هي موجودة أصلا في أكلنا، ولما تكون موجودة في الأكل أخ عبد الله يكون امتصاصها أعلى كفاءة والاستفادة منها في الجسم تكون أكثر فائدة. وعلى العكس تماما، ممكن الحصول عليها من المكملات الغذائية إذا كان الشخص ما عنده نقص يكون تسبب لنا نتائج سلبية أو عكسية. فاليوم رح نتكلم عن البروبيوتيك، وهو عبارة عن، خلينا بس نخبر الناس شو هو البروبيوتيك. هي عبارة عن خمائر أو عبارة عن كائنات دقيقة موجودة في الأطعمة وموجودة في الخميرة، لها فوائد عظيمة في الجسم. يعني باختصار هي البكتيريا النافعة. احنا نعرف في بكتيريا ضارة وفي بكتيريا نافعة. فالبروبيوتيك هو البكتيريا النافعة، واللي هي أصلا ممكن تقتل البكتيريا الضارة في الجسم. يعني إذا شخص يعاني من بكتيريا في المعدة ممكن نوصف له البروبيوتيك، فبالتالي مشكلته بتنحل. فطبعا هالبروبيوتيك إذا بنعد فوائدها لها فوائد عديدة جدا جدا جدا. نتكلم أولا عن مصادرها، موجودة في المصادر الطبيعية من الأكل. أولا اللبن الزبادي، يعني اللبن هذا يعني تقريبا أعلى نسبة من البروبيوتيك موجودة في اللبن. فالشخص اللي بيتناول على الأقل كوب لكوبين من اللبن، نقصد فيه اللبن وليس الحليب، الحليب العادي ما فيه بروبيوتيك، لكن لما يتخمر ويتحول للبن يعني يصبح مصدر قوي جدا للبروبيوتيك، اللي هو الزبادي. يعني اللي هو اللبن الزبادي، وفي ناس حتى في الأكتيفيا بعد تكون كمان الكمية مضاعفة، كمان اختيار جيد ولا بأس منه. شخص يتناول كوب إلى كوبين من الزبادي يحصل على بكتيريا نافعة بالاحتياج اللي يناسبه. فهذا أول المصادر اللي هي اللبن الزبادي. ثاني المصادر، إحنا أخ عبد الله بدي أنوه، إحنا بنتكلم عن أشخاص سليمين، يعني ما عنده أي مشكلة مرضية فيمكن يستفيد منهم، لأن المصادر ممكن تتعارض مع أشخاص عندهم حالة طبية أو حالة مرضية. بعض مصادر البروبيوتيك هي المخللات أو الأتشار نسميها. هذه كمان مصدر قوي جدا وغني جدا للبروبيوتيك. أنا أنصح الأشخاص، طبعا إحنا يمكن عادة غذائية أننا نتناول المخللات أو الأتشار في أكلنا، صحيح، بس لا ينصح فيها لشخص عنده حالة مرضية، فهني استشارة الطبيب أو أخصائي التغذية لازم. وبالأخص يعني وبالأخص أختي سامية اللي عندهم قد يكون عندهم مشاكل في المعدة أو حتى بعض الاضطرابات في القولون. مرضى الضغط، مرضى الضغط ومرضى قصور الكلى. يجي يقول أنا بدي بروبيوتيك أروح أكل أتشار أو مخللات، لا صحيح. لازم هني ننتبه. فهذه أحد المصادر. عن بعض أنواع الجبن، بالذات جبنة الفيتا، جبنة اللي يعني نستخلصها من فول الصويا، كمان مصدر رائع للبروبيوتيك. والمصدر كمان المهم إحنا يمكن نتناوله بشكل تقليدي، الثوم. يعني إحنا ما شاء الله يعني الحمد لله مطابخنا غنية بالثوم، والأكلات اللي يعني الثوم يعتبر مكون رئيسي فيها. الثوم كمان مصدر
قوي جدا ومهم جدا للبروبيوتيك. ثانيا احنا ممكن شخص ما عنده اي مشكله مرضيه بس اللهم عنده مشكله بالجهاز الهضمي وحاب يحسن صحه الجهاز الهضمي او يقوي المناعه، ممكن ياخذ البروبيوتيك من المصادر الطبيعيه. نعم. هذه تقريبا افضل المصادر الطبيعيه اللي هي الروب الزبادي او اللبن الزبادي، المخللات الاشقر، الثوم، بعض المكسرات طبعا بالذات على راسها العين الجمل او البيضان فيها نسبه جيده، يعني مش غنيه جدا لكن نسبه جيده من البروبيوتيك ايضا. ممتاز. أستاذة سامية خالد، أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي، شكرا لك. شكرا جزيلا ويعطيكم الصحه والعافيه. الله يعافيك. مستمعينا الأعزاء، فقرتنا الرئيسية بتكون اليوم عن الصحة النفسية لأفراد المجتمع خلال أزمة كورونا، وبتكون معانا الدكتورة آلاء أبو علي، ولكن هناك معلومات كثيرة اليوم بنسمعها عن الصحة النفسية وكيف أن الواحد يقدر يتغلب على الضغوطات النفسية خلال الوقت الحالي، ولكن كل هذا إن شاء الله بتعرفونه بعد الفاصل، فخلكم ويانا إن شاء الله وراجعين. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، يا مرحبا بكم وسهلا مرة ثانية، رجعنا لكم في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. مستمعينا الأعزاء، نرحب بتواصلكم معنا، نرحب بملاحظاتكم وباقتراحاتكم على الأرقام 600551414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. مستمعينا الأعزاء، حديثنا أو موضوعنا الثاني بيكون اليوم عن الصحة النفسية لأفراد المجتمع خلال أزمة كورونا. يؤكد الأخصائيون في الصحة النفسية أن الحجر الصحي المفروض على أكثر من مليار شخص حول العالم بسبب جائحة فيروس كورونا ليس أمرا سهلا ولا موضوعا يستهان به، إذ إنه إجراء استثنائي وغير مسبوق وربما يكون له بعض الآثار والمشاكل النفسية على العديد من الأشخاص، خاصة أولئك الذين يفشلون في التعاطي بشكل إيجابي مع هذا الظرف. كما يؤكد الخبراء النفسيون أن الإحساس بالضغوطات النفسية والعصبية يزداد بشكل طبيعي خلال الأزمات التي تواجه الأفراد والمجتمعات، لا سيما في وقت انتشار الأمراض الوبائية، كما أنها تزداد بشكل يستدعي الاهتمام لدى الأشخاص الذين يعانون بالأساس من مشكلات نفسية أو لديهم شخصيات مضطربة. ولذا يجب على الأفراد أثناء الحجر الصحي المحافظة المستمرة على صحتهم النفسية والاحتفاظ بمعنويات عالية وروح إيجابية تساعدهم وتساعد الآخرين على اجتياز أزمة انتشار الفيروس كورونا حول العالم. للحديث عن هذا الموضوع وكيفية التعامل الإيجابي مع ظروف الحجر الصحي المنزلي، يسرنا ويسعدنا أن تكون معنا الدكتورة آلاء علي، مرشدة الصحة النفسية بهيئة الصحة بدبي. دكتورة آلاء، صبحت الله بالخير والنور والعافية. صباح النور، كيف الحال؟ الله يحييك دكتورة، ونحن سعيدين أن موجودة معانا أنت اليوم، وموضوعنا أيضا مهم. مثل ما تعرفين دكتورة، خلال الفترة هاي وأزمة الكورونا فيروس، طبعا وجود الناس في البيت قد يكون مرات بعض الناس عندهم يعني بعض الضغوطات النفسية، فحابين ندردش معاك اليوم إن شاء الله شو هي المهارات اللي ممكن الإنسان يستفيد منها على أساس أنه يتغلب على الضغوطات النفسية. دكتورة آلاء، شكرا. نعم. فنشوف دكتورة، ما هي أبرز التأثيرات النفسية إنه ممكن خلال الفترة هاي يعني يمر فيها الشخص بشكل عام عن الكورونا فيروس؟ في الوقت الحالي في شعور مختلفة، منها شعور الخوف الشديد. إحنا يعني من ناحية نفسية بنسميها صدمة جماعية أو حزن جماعي. بعض المشاعر الطبيعية هي بتكون الخوف، الحزن، شعور وحدة، أكثر شيء الخوف على المستقبل. في أسئلة كثيرة عن متى بنخلص إن شاء الله من هالمرض، خوف على الأسرة، على صحتهم، وفي حتى أعراض جسدية بتحصل من ناحية الضغط النفسي، صداع،
آلام في المعدة، اضطرابات نوم، تغيرات في الأكل، شعور تعب شديد أو إرهاق. أنا بسمع هالنقطة كثير، إنه حتى لو إحنا في البيت بنشعر بتعب أكثر، وفي نفس الوقت في شعور قلق شديد. نعم. قلق خارج عن القلق الطبيعي أو الضغط الطبيعي اللي كنا نشعر فيه في الماضي، وحتى نسبة الاكتئاب بتزيد في هالمرحلة. ساعات الوسواس أو الوسواس عن النظافة مثال، وساعات في شعور الأمل، شعور الأمل أو فقد الأمل. فهذه بعض الأعراض اللي يمكن في هالمرحلة بنحس فيها. نعم. وهي مشاعر طبيعية، هي مشاعر خلال هالوقت ما دام هي صدمة جماعية يمكن أكيد حنشعر في قلق أو خوف زايد. نعم دكتورة، مثل ما تفضلتي إنه يعني موضوع الوضع الحالي في العالم، ليس فقط في الإمارات، في العالم يعني وضع غير مستقر من الناحية يعني المرض نفسه كفيروس كورونا. طبعا يعني في بعض الناس ممكن إنه يحس بإحساس الخوف ويحس بالقلق، فنبغي تطمنين الناس إن هذا الخوف وهذا القلق ممكن يكون طبيعي، ولكن كيف هي المهارات إنه هو يعني يتغلب على هذا الخوف ويتغلب على هذا القلق بشكل طبيعي، بحيث إنه لا يأثر عليه سلبا يعني على الجانب النفسي بشكل كبير. أوكي شكرا، وهذا السؤال مهم، إنه إحنا نقدر نتغلب على هالمشاعر. نعم. هي مشاعر طبيعية وفي خطوات. أول خطوة إنه نتقبل المشاعر كما هي. عادة في الحياة إحنا نحاول نهرب من المشاعر السلبية، ولكن في هالوقت لازم نتقبلها ونعرف كيف نسيطر أو نتعامل معها. فإحنا ما نحاول نمحيها أو ننسيها، نحاول إنه نتعامل معها بطريقة إيجابية أو طريقة أفضل. أول خطوة إنه نعبر عن المشاعر مع الأسرة أو مع الأصدقاء القريبين، حتى لو عن بعد أو على التليفون أو عن فيديو، بس مهم إنه ما نكتم المشاعر، نعبر عنها، لأنه إحنا هذه مشاعر متشابهة. ونفس الوقت نهتم بصحتنا من ناحية غذائية وناحية الرياضة. نقاط أخرى، إنه كثير ناس صار اعتماد أو مثل إدمان على الأخبار، فإحنا نحاول ننصح إنه حتى إنه في أكيد نقاط مهمة من ناحية الأخبار لازم نعرفها، ولكن الاعتماد أو الإدمان على الأخبار ساعات يزيد القلق، وفي نفس الوقت ساعات حتى نسمع إشاعات. صحيح. على طريق الواتساب أو طريق الإنستغرام، فمهم إنه نحاول نبتعد عن هالإشاعات لأنه هي تسبب قلق شديد. فكثير ناس بيتصلوا فيه بيسألوني أسئلة إنه هل هذا صحيح، ولكن لازم نعتمد على الأخبار اللي نثق فيها، يعني هذه نقطة مهمة أكيد. وفي نفس الوقت نحاول يعني نسيطر على الطريقة كيف نفكر عن هالوضع، مثل إذا في تفكير إنه أنا في البيت في ملل، أنا بعيد عن أسرتي، ولكن نحاول نبدل التفكير بتفكير إيجابي، مثل أنا جلوسي في البيت يحميني ويحمي أسرتي، وهذا شيء مهم. ولازم نفس الوقت يعني في ساعات يعني عندنا وقت نقدر نمارس هوايات، الرياضة، الكتابة، القراءة، ولكن يعني ما يحتاج إنه يكون كل يوم. في أيام إحنا بنصحى ونشعر إن نقدر ننتج وإيجابيين، وفي أيام طبيعي تكون أصعب، في أيام نشعر بحزن أقوى من اليوم اللي قبل. فلازم إنه نمشي على هالخطوات، يعني هي بعض الإرشادات المهمة في هالمرحلة. صحيح. دكتورة، بس بنذكر مستمعينا الأعزاء بإمكانهم أن يتواصلون معنا والحديث أو الاستفسار مع الدكتورة ألاء عن الصحة النفسية على الأرقام 6005514114، وعبر الرسائل النصية القصير SMS 4006. دكتورة ألاء، مثل ما تفضلتي بأن يعني موضوع الخوف وموضوع التوتر ممكن أن يعني بعض الناس يحسون بهذا الشعور، ولكن إذا الشخص حس بأن موضوع الخوف وموضوع التوتر يعني قام يعني بشكل يعني غير طبيعي، أو يحس به أنه يعني خلق له قلق يعني بشكل أشد، ممكن يعني هل يتواصل مع طبيبه المباشر أو طبيب العائلة، أو أن هناك في جهات معينة ممكن هو يلجأ إليها على أساس أنه يتأكد أنه أقل شيء يعني وضعه مستقر نوعا ما؟
أكيد أكيد إنه هو مهم. إذا أي شخص حس يعني هو القلق طبيعي، أكيد إحنا بنتفق على هالموضوع، ولكن إذا حس إنه القلق مستمر يعني خلال اليوم 24 ساعة يشعر بالقلق أكثر من نصف اليوم، مجرد إنه ما بيقدر يتعامل مع الحياة، النوم متأثر مثلاً لأنه النوم مهم للمناعة، الأكل متغير، يشعر إنه هو صار ينعزل حتى عن الأسرة إذا هم في البيت أو ما يتواصل مع أحد على التليفون. مهم في هالمرحلة إذا استمرت أكثر من أسبوعين تقريبا، معظم الأيام يتواصل مع أول شيء إذا هو عنده طبيب عام يثق فيه بيقدر يتواصل مع الطبيب العام حتى يحاولوا إلى مرشد نفسي أو مرشد اجتماعي أو إخصائي نفسي، لأنه في هالمرحلة يعني أنا أتوقع معظمنا بنحتاج ساعات إنه نطلع هالمشاعر أو نتعلم كيف نتعامل معها. ففي حتى خدمات اجتماعية بيقدر الشخص يتواصل معاهم، أو طبعا الطبيب العام أو إخصائي نفسي، حتى الإخصائي النفسي الحين يتعامل حتى عن بعد يعني على التليفون أو على الفيديو. ففي طرق مختلفة، حتى لو هو يفضل أنه يجلس في البيت أكيد أكيد في طرق. صحيح دكتورة. أيضا يعني الجانب الثاني من الموضوع اللي نبغى نتناقشه معاك مهم، تعرفين أنت خلال الفترة هاي في فحوصات بشكل مستمر عن الكورونا فيروس، ففي بعض الأشخاص ممكن يعني عفوا ينطلب منهم بأنهم يكونون في الحجر المنزلي، نبغي بعض النصائح دكتورة للأشخاص اللي يعني يطلب منهم أن يكونون في الحجر المنزلي. نحن تكلمنا في الحلقات الكثيرة عن النمط الغذائي الصحيح، السلوكيات الصحيحة بحيث أنه يعني دائما تكون نفسيته يعني مرتاحة، وأيضا الجانب المعنوي والجانب يعني الإيجابي، وأيضا يعني نحن تكلمنا في مواضيع كثيرة عن يعني مناعة الجسم. اليوم حديثنا معك دكتور نبغى نتكلم يعني الشخص اللي يحتاج إنه يكون 14 يوم في الحجر المنزلي كيف يتغلب على الجانب النفسي في هذا الموضوع. أي الشخص اللي يحتاج يعني 14 يوم حجر منزلي هو طبعا يعني في مشاعر مختلفة من البداية إلى الأخير، يعني في ساعات خوف على الأسرة، خوف إنه هو يعني في شعور إنه هو منعزل عن المجتمع وعن الأسرة، فهو مهم إنه يتواصل مع الأشخاص قد ما يقدر، يعني مع الأهل مع الأصدقاء على التليفون، يعني هذا له دور مهم، لأنه إذا ننقطع عن الأهل والأسرة شعور الوحدة بتزيد. فيعني زيادة عن مثل ما قلنا من ناحية غذائية، التواصل الاجتماعي من أهم الأشياء اللي بتساعدنا في هالمرحلة، حتى كتابة المشاعر يعني هي الأشياء المهمة من ناحية الصحة النفسية، لأنه في مشاعر بالضبط بتكون موجودة أكيد، يعني إحنا وبنتعاطف مع هالشيء، فإذا في شخص معين اللي هو بيقدر يتواصل معه ويستمر حتى يكون في جدول يومي، يعني لو في نفس الوقت في كل يعني في الصبح أو الظهر أو في المغرب، بيكون مهم إنه يتواصل مع الأشخاص القريبين في الحياة. نعم دكتور، أنت تفضلتي وتكلمتي عن موضوع يعني أهمية نمط الحياة الصحية وممارسة الرياضة، واليوم يعني أنا متأكد أن كثير من الناس يعني عندهم ثقافة كثيرة وثقافة كبيرة بالنسبة لموضوع يعني المناعة، مناعة الجسم والجهاز المناعي لابد أن يكون يعني في المستوى الطبيعي، ومناعة جسم الإنسان مفروض أن تكون عالية على أساس أن تكون صحته عالية. نبغي دكتورة يعني نطمن الناس بأن نمط الحياة والرياضة أيضا تعزز المناعة وترفع المعنوية لدى الناس بعدم الإصابة بفيروس كورونا في هذا الموضوع. نعم الرياضة أيضا بتساعد من ناحية صحية بس من ناحية نفسية. نعم. فلما نشعر في قلق شديد، فإيش أعراض القلق الشديد؟ نشعر مثل بضيق نفس، أو نشعر في دقات القلب شوي بتسرع، أو ألم في المعدة. هالأعراض كيف نخففها بطريقة طبيعية؟ احنا ما بنتكلم عن الأدوية بس طريقة طبيعية. الرياضة هي من الإرشادات اللي بتساعد كثير على تخفيف أعراض القلق الشديد. فلما نشعر في قلق شديد ونمارس الرياضة بشكل يومي، القلق يخف حتى أعراض القلق. فكثير ناس بيشعروا في ضيق نفس وبيخافوا أو أنا عندي كورونا، وهذا كثير مرات بيكون قلق شديد. فلازم يعني الرياضة حتى لو كانت ربع ساعة في اليوم في البداية أكيد أوكي. ومثل ما تكلمنا أنه في أيام يكون مزاجنا يكون في عندنا قلق شوي أكثر، it's okay، حتى لو كان يعني 10 دقائق بيكون أوكي. بس أنه أهم شيء أنه نحاول نتحرك حتى أنه نخفف القلق، لأنه القلق حتى يغير الهرمونات وينزل المناعة عندنا.
فإذا مارسنا الرياضة هالأعراض تخف. صحيح دكتورة، مثل ما تعرفين بأن يعني مجتمع دولة الإمارات العربية مجتمع مترابط وفي كثير من العادات والتقاليد، وبالأخص دكتورة آلاء الزيارات، يعني في زيارات يعني يومية، سواء يعني الأولاد للأم والأب أو الأم والأب للأبناء، ويمكن خلال الفترة هاي انقطعت الزيارات بشكل كامل، وهناك قد يكون في تأثير يعني من الطرفين، سواء الأولاد أو الأبناء ممكن يتأثرون في عدم يعني زيارتهم للأم والأب، والعكس صحيح، ممكن الأب والأم أيضا يعني تيهم بعض المشاعر بأن ما يقدرون يزورون عيالهم. فكيف تقدرين تنصحينا من الجانب النفسي الحقيقة للطرفين، سواء لي يعني لكبار السن اللي هم يعني كبار المواطنين الأم والأب، أو حتى الأولاد، أن كيف يعني يتغلبون على الجانب هذا، الأولاد يدعمون الأم والأب أن هاي مرحلة وبتعدي، وأيضا ضروري جدا للأم والأب أبنا يعرفون أن هاي مرحلة، يعني عدم تواصل الأبناء معهم الزيارات أنا أقصد يعني مرحلة وبتعدي، ولمصلحة الطرفين، سواء لمصلحة الأولاد وأيضا لمصلحة الآباء. أكيد أكيد هي نقطة مهمة، لأنه الأسرة بالضبط أنه إحنا متعودين أنه نزور الأهل مثل في الويكند، يوم الجمعة يوم السبت، يعني هذا شيء طبيعي. فأول صحيح. مرة في حياتنا، يعني أول مرة أتوقع كثير مننا أنه ما بنقدر كحماية الأم والأب أو العكس. فأول خطوة يعني مثل ما تكلمنا التواصل مهم حتى على التليفون. يعني في فكرة أنه حتى وقت الغداء، يعني مثل يوم الجمعة لا إحنا متعودين نتواصل أو نزور، أنه حتى لو يكون على طريق فيديو أو تليفون وقت الغداء، فنشعر شوي أنه يعني ما قطعنا، يعني هو صح طريقة مختلفة ولكن ما نشعر بالوحدة. وفي نفس الوقت أنه بالضبط الترابط على التليفون على شكل يومي حتى لو مرتين ثلاث مرات هذا شيء مهم. وطريقة بالضبط الدعم والتفكير على الموضوع، يعني إحنا أول كلنا بنقول اللي يحبنا يزورنا، الحين العكس اللي يحبنا ما بيزورنا، لأنه هذا يحمينا. فلازم ساعات نعيد هالجملة. في البداية نشعر شوي بألم، أنه أكيد يعني بنقول أنه أوكي أتمنى أنه أزور أهلي، أو العكس الأهل يعني يتمنوا أنه أولادهم يجتمعوا، بس لازم أنا ساعات بعيد هالجملة، أنه اللي يحبني الحين ما بيزورني، أنه بيبتعد كحمايتي أنا عشان يحميني. ولما نتذكر هالنقطة ساعات يخفف شوي الجرح. صحيح. أو الألم. وبالضبط في مشاعر طبيعية، بس التواصل مهم، يعني بالضبط وقت غدا عشاء فطور، إنه حتى على التلفون هي طريقة شوي جديدة ولكن تساعد، يعني حتى لو نتغدى والتلفون أو الفيديو يكون شغال نحس يعني إنه إحنا مع بعض. صحيح. هذه طريقة جديدة بس ولكن تخفف شوي. أكيد. ومثل ما ذكرتي دكتورة أنه أهم شيء بأن الإنسان لابد أنه يأخذ الموضوع هذا بشكل إيجابي. كثر ما يأخذ الإنسان الموضوع هذا بشكل إيجابي الأمور الثانية أتوقع أنها بتكون سهلة. ومثل ما ذكرتي أيضا أن هناك في طرق كثيرة للتواصل، الفيديو أيضا هناك اليوم، يعني ممكن أن تتشاهدين حتى الأم والأب هم كانوا يعني في مكان آخر، ومثل ما ذكرتي أثناء الوجبات وأثناء مثلا ممارسة بعض الرياضة يحسون أن هم موجودين يعني مع الأولاد يعني خلال اليوم الكامل. أكيد أكيد. نعم دكتورة، أنت طبعا ما شاء الله عليك يعني عندك خبرة كبيرة في أيضا التعامل مع الأطفال يعني في الجانب النفسي. عندي سؤال، كيف ممكن أن نحن يعني نخلي الطفل أن نفسيته مرتاحة خلال هالفترة؟ أكيد يعني هذه نقطة مهمة، لأنه هي برضو أيضا أول مرة في حياتنا أنه الأهل يعني معظمهم بيشتغلوا عن بعد والطفل بيدرس في البيت منزلي. صحيح. فهذا يعني سبب تغيرات كثيرة في الأسرة. فأول خطوة أنه التواصل أو التفاهم بين الأم والأب والطفل، لأنه الطفل الحين بيحس في مشاعر يعني شوي صعبة، في ملل. أكيد الطفل الصغير يحب يلعب، يحب يطلع، الطفل المراهق يحب يشوف أصدقائه في المدرسة. فحتى الطفل يمر في مرحلة نفسية، فلازم الأم والأب يجلسوا مع الطفل ويتواصلوا مع الطفل بطريقة مفتوحة، أنه يخلي الطفل في فرصة أنه يعبر عن المشاعر. وأيضا الأم والأب يحتاجوا أنه يكون في دعم إلى الطفل وتعاون بين أفراد الأسرة. الطفل أيضا يحتاج جدول، فيحتاج وقت للدراسة ووقت للعب ووقت للأسرة. وللأم والأب أكيد يعني عليهم ضغط شديد، يعني أنا بحس بالأم اللي هي يمكن الحين بتدرس الطفل، الأب اللي
بيشتغل وأيضا يساعد ويساهم في البيت. في ضغوطات يعني جديدة اللي يمكن ما أول مرة نشعر فيها. وأيضا يعني مثل ما تكلمنا أنه لازم ننظر لهالمرحلة كإيجابية، هي بيعطي وقت للأسرة اللي يمكن أول ما كان فيها الوقت في المنزل، فنحاول أنه نقرب الأسرة في هالمرحلة. يعني هذه نقطة مهمة. وأيضا أنه حتى الطفل هو يمثل الأعراض، أعراض الأم والأب، فإذا شاف الأم والأب هم عندهم توتر الطفل يمثل نفس الشيء. فخصوصا الطفل الصغير إذا شاف الأم والأب عندهم قلق شديد أو خوف شديد الطفل يسوي نفس الشيء. فنحاول حتى نبعد الطفل عن الأخبار الزايدة، لأن الطفل ما بيفهم. يعني إحنا شوي نقدر نفهم، بس الطفل لما بيشوف الأخبار بيخاف وما بيقدر ساعات يعبر عن هالمشاعر. فساعات نحاول نبعده ونعطيه المعلومات الأساسية، مثل كيف يقدر يغسل الإيد، كيف يقدر يعني حتى لو اضطر أنه يطلع في المستقبل كيف يقدر يحمي نفسه. هذه هي النقاط المهمة. نعم. أيضا دكتورة، يعني نحن تكلمنا في حلقات سابقة بأن يعني دور الأم عفوا ودور دور الأم ودور الأب مهم جدا خلال الفترة هاي بتثقيف الأطفال، وكل عفوا كل حسب عمره. لو تحدثينا دكتورة يعني كيف يتم تثقيف الطفل بالوضع الراهن بالمعلومات اللي يحتاجها عن الفيروس كورونا؟ ومثل ما تعرفين دكتورة أنت أن هناك في فروقات، طبعا اللي عمره سنتين يحتاج معلومات مختلفة عن اللي عمره 10 سنوات واللي عمره 12 سنة أو 14 سنة. أكيد أكيد. الطفل الصغير إحنا نحاول طبعا ما بنعطي كل المعلومات، لأنه الطفل اللي عمره سنتين أو 5 سنين أو 10 سنين ما بيفهم هالمعلومات أكيد. نعم. يعني الطفل الصغير نحاول نعلمه، وفي قصص حتى أونلاين بنقدر نلاقيها ساعات. يعني الطفل الصغير يحتاج من طريقة قصص رسم أنه يفهم، ساعات بالتمثيل بالألعاب. يعني هذا الطريقة اللي نوصل المعلومات وندربه على طريقة بالضبط كيف نغسل الإيد. مثل إذا أنا أعلم طفل بغني الأغنية أو يعني نشيد حتى أعلمه كيف يقدر يغسل الإيد. الطفل اللي شوي أكبر مثل مرحلة المراهقة هي شوي أصعب، لأنه المراهق طبعا نعرف أنه هو كمان يكتم المشاعر أو يخبي بعض المشاعر. فنحاول أنه نحسسه بالأمان، نحسسه أنه حتى إذا هو حس بحزن حس بضيق أنه هو يعني بيقدر يعبر عن مشاعره وما في خوف. وفي نفس الوقت يعني أيضا نحاول نعلمه المعلومات الأساسية، يعني حتى لأنه هو الطفل المراهق بيقدر يدخل على الإنترنت ويقرأ ما شاء الله، فبساعات بيقرأ أشياء بالضبط إشاعات بتكون حتى. فنحاول أن نتكلم معه على شكل يومي أنه اليوم إيش قرأت، نحاول أن يعني عشان يعرف الفرق بين الأشياء الحقيقية والأشياء اللي يمكن تكون إشاعات بين الأطفال أو المراهقين. صحيح. دكتورة تعطينا نصائح عامة توجهينها لأفراد المجتمع لتجنب الآثار. نحن طبعا تفضلتي وتكلمتي عن كثير من النقاط المهمة والحيوية في هذا الموضوع، ولكن بعض النصائح العامة لأفراد المجتمع لتجنب الآثار النفسية للوضع الحالي الراهن المتعلق بتفشي الكورونا فيروس. نعم. يعني مثل ما تكلمنا أنه هالمشاعر مشاعر طبيعية وإنسانية ونسميها صدمة جماعية، والحين إحنا نشعر يمكن في مثل الجرح. فهي نصيحة أنه كيف نفكر في الموضوع بطريقة إيجابية أو طريقة غير سلبية، أنه كل جرح مهما هو يألم بيبرم ومع الوقت. يعني إحنا أهم شيء الحين هو التركيز يعني على اليوم، ما نحاول نفكر كثير على المستقبل لأنه هذا بيسبب قلق شديد. ونحافظ على الأمل، الأمل هو اللي يحمينا، فالأمل هو اللي يخلي هالجرح يبرم، وعشان نتغلب على الخوف ونتغلب على القلق مهما كان. أنه في درجات طبعا كل يوم يختلف، بس في نفس الوقت هو يعني الأمل والتفكير الإيجابي هو اللي بيساعدنا أنه إن شاء الله نتغلب ونرفع مناعتنا، وإن شاء الله أنه هالجرح حيبرم. صحيح. دكتورة آلاء أبو علي، مرشدة صحية نفسية، كل الشكر والتقدير لك، وكل الشكر لمعلوماتك القيمة الجميلة. الحقيقة استفدنا، وأنا متأكد أن مستمعينا الأعزاء أيضا استفادوا منها. شكرا لك دكتورة. شكرا. شكرا لكم، رمضان كريم. شكرا. الله يعافيك. كانت معنا مستمعينا الأعزاء الدكتورة آلاء أبو علي، المرشدة النفسية بهيئة الصحة بدبي، وحديثنا كان معها عن الصحة النفسية لأفراد المجتمع خلال أزمة كورونا فيروس.
مستمعينا الأعزاء، وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، وأتمنى أن حلقتنا قدمت لكم المعلومات المفيدة. ومثل ما تعرفون بأن هذا هو نهج ورسالة وشعار هيئة الصحة بدبي بإيجاد مجتمع صحي وسعيد. مستمعينا الأعزاء، نذكركم بأن الرجاء عدم اللجوء إلى المكملات، مثل ما قالت أختنا أخصائية التغذية بهيئة الصحة بدبي، عدم اللجوء إلى المكملات الغذائية يعني إلا بعد الاستشارة من الطبيب المعالج، طبيب العائلة أو أخصائية التغذية والتثقيف الصحي، لأن استخدام المكملات الغذائية الغير صحيحة قد تؤدي إلى نتائج سلبية أو في كثير من الأوقات إلى نتائج عكسية. وأيضا ذكرت الدكتورة آلاء أخصائية الصحة النفسية بأن من المهم أن نتفائل دائما، وأيضا يكون الموضوع موضوع الكورونا فيروس والوضع الحالي يؤخذ بإيجابية، هذا أيضا مهم جدا. مستمعينا الأعزاء، أحب أني أشكر فريق عملي المبدع اليوم في التنسيق والمتابعة الأستاذ محمد عمر، وفي الإعداد يوسف سعد، ومخرجنا المبدع الأستاذ أيمن سرحيل. وتقبلوا تحياتي، أنا عبد الله جمعة، وأتمنى لكم إن شاء الله يوم سعيد وموفق، وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.